معاشر المؤمنين، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء، وغاية ما يدعو به الإنسان لنفسه، وغاية ما يدعو به الإنسان لنفسه دفع الهموم والغموم وجلب المسرات والخيرات. فكم ضيقت الهموم من صدور، وكدرت من سرور، لا يهنأ صاحبها بنوم ولا شراب ولا طعام، فساعاتها أيام وأيامها شهور، تشارك المريض في سريره، وتزاحم الغني في قصره، والفقير في بؤسه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفي الإنسان همه وتغفر ذنبه، فمن كفي همه سلم من محن الدنيا وعوارضها، ومن غفر ذنبه سلم من كرب الآخرة وأهوالها. فهذا أبي بن كعب رضي الله عنه قد جعل لنفسه وقتاً يخلو فيه مع ربه يدعوه لحاجاته، فقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أي كم أجعل من الصلاة عليك في دعائي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل صلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو فيه لنفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى على الله ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. انتهى كلامه رحمه الله. والمسلم يا عباد الله يجمع بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، فالصلاة على النبي من أسباب إجابة الدعاء. إخوة الإيمان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طهرة من لغو المجالس، فالمجالس التي لا يذكر الله تعالى فيها ولا يصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم تكون حسرة وندامة على أصحابها. ففي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى ترة يعني حسرة وندامة. فطيبوا مجالسكم بذكر ربكم والصلاة على نبيكم، واقتدوا بهديه وسنته وأخلاقه وشمائله، تفوزوا بالحياة الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة.